استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صباح اليوم المبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، حيث بحث سموه مع الإبراهيمي آخر تطورات الملف السوري والاستعدادات لمؤتمر جنيف 2 المقرر عقده الشهر القادم. وجاءت زيارة الإبراهيمي للبلاد في إطار جولة تشمل عددا من الدول العربية، وتزامنت اليوم مع استضافة العاصمة البريطانية لندن مؤتمر أصدقاء سوريا، حيث تواصل المجموعة تكثيف جهودها لإقناع المعارضة السورية بحضور مؤتمر جنيف 2 للسلام في سوريا بهدف وضع حد للتصعيد العسكري الذي تشهده سوريا، إلا أن النتيجة النهائية للقاء أصدقاء سوريا اليوم لم يسفر عن موقف حاسم للمعارضة السورية من المشاركة في المؤتمر بانتظار اجتماعها القادم في تركيا أوائل الشهر المقبل. بدون قرار قاطع أو صوت واحد انفض مؤتمر أصدقاء سوريا الذي احتضنته العاصمة البريطانية لندن، ففي الوقت الذي أكدت فيه المعارضة أنها لن تنضم إلى قافلة جنيف 2 بدون ضمانات واضحة ووضع جدول زمني محدد لكل مراحل التفاوض الرامية في النهاية لتسليم الرئيس السوري بشار الأسد للسلطة وانتقالها لحكومة تشرف على المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وزير الخارجية البريطاني ويليام هيك دعا من جانبه إلى عدم وضع شروط مسبقة لعقد مؤتمر جنيف 2، معتبرا أن حل الأزمة السورية غير ممكن عسكريا. وأضاف الوزير البريطاني أن لندن سوف تدعم الائتلاف الوطني السوري خلال مسار مؤتمر جنيف في مواجهة المجموعات المسلحة المتطرفة، وجدد هيك دعوته للمعارضة السورية لمواصلة دعم الحل السياسي، وأوضح أنه لا دور للرئيس الأسد في الدولة السورية الديمقراطية. على الرغم من التحديات التي تواجهها المعارضة السورية، فنحن نحث الائتلاف الوطني السوري على المشاركة في مؤتمر جنيف 2 لتكون نواة للمعارضة المعتدلة. وأستطيع أن أقول أن مؤتمر جنيف للسلام هو أفضل فرصة يمكن للسوريين أن يجلسوا فيها لحل الأزمة الدائرة حاليا. أما جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة فكان أكثر تحفظا، وشدد على أن أصدقاء الشعب السوري لن يقرروا وحدهم مصير الرئيس الأسد، معتبرا أن ذلك هو مهمة أساسية وحيوية لكافة الأطراف. ودعا الوزير الأمريكي إلى العمل وفق إطار زمني محدد بخصوص تشكيل هيئة انتقالية للحكم في سوريا، مؤكدا أنه من غير المسؤول بالنسبة إلى كافة دول المنطقة والعالم أن تسمح باستمرار الفوضى الحالية في سوريا. وأعرب كيري عن اعتقاده أن مفاوضات جنيف قد تأخذ وقتا طويلا، مشيرا إلى أنه من الممكن انعقاد مؤتمر جنيف 2 الشهر المقبل. أستطيع أن أقول بكل تأكيد أنه لا توجد حلول عسكرية للصراع الدائري في سوريا حاليا، فالطرفان يمكن أن يستمر في القتال بلا نهاية، لكن الخاسر الأكبر من هذه الحرب هم الشعب السوري أنفسهم بسبب اتساع نطاق معاناتهم، حيث تم تشريد الملايين من منازلهم وقراهم، كما تم قتل عشرات الآلاف في أعمال عنف غير مسبوقة. أؤكد مرة أخرى أن التسوية السلمية هي الحل الوحيد للأزمة السورية. ويبقى أن اجتماع قادة الائتلاف الوطني السوري مطلع الشهر المقبل في تركيا ستكون له الكلمة الفصل في حسم موقف معارضة الخارج من حضور جنيف 2 من عدمه، بعد أن حسمت معارضة الداخل قرارها وقررت المشاركة.